لا تيسرون بعد تم الاعتداء على قائد القناة العراقية وضرب المصور. تم الاعتداء على مصور قائد القناة العراقية. ما أوكي 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 أوكي, أوكي. ما حد أوكي. تم الاعتداء على قائد القناة العراقية عدي وجابوا الصورة المؤسفة والمخجلة كيف أراد فريق قبيلة نستضيف مجموعة يعني من المؤسف جدا يعني من مؤسف يعني الصورة مؤسفة جدا يعني يعني كيف يريد فريق أربيل أن يستضيف مجموعة في ملعبه وبالتالي أساساً وكان هناك قرار لمنع حضور الجمهور للأسف كابتن خلف يمكن خلينا شوية نبدأ قبل نحمل طبعاً نحمل الاتحاد الفرعي في أربيل مسؤولية الاعتداء على فريق عمل قناة العراقية الرياضية إطلاقاً هذا الاعتداء غير مقبول إطلاقاً نحمل كل الجهات الأمنية والمسؤولة في محافظة أربيل الاعتداء على فريق عمل قناة العراقية الرياضية هذا الاعتداء لا يجوز إطلاقا نحمل كل الجهات مسؤولية الاعتداء أو حتى محاولة الاعتداء على فريق عمل قناة العراقية الرياضية نعم كابتن